نروح بقى لترند الاهلي ونشوف ابرز المعلومات اللي موجوده في السوشيال ميديا بخصوص الاهلي خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض بحساب كوره بلس، واللي بيتابع خلال الفتره الاخيره ابرز الامور المتعلقه باجتماعات لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي. الخبر البارز بالنسبه لنا في كوره بلس، لجنه الانضباط بالكافه تبدا العمل على شكوى الاهلي ضد الهلال. طيب المصدر قال لكوره بلس ان سكرتاريه اللجنه بتجمع كل الامور المتعلقه بشكوى الاهلي ضد الهلال، وبتجهز ملف كامل قبل عرضه على اللجنه اللي لسه ما حددتش ميعاد رسمي للاجتماع. المعلومات اللي عندي في هذا الشان بشكل رسمي، مجرد ما تم ارسال شكوى الاهلي الى الاتحاد الافريقي ودفع الرسوم المقرره، الاتحاد الافريقي بدوره ارسل خطاب رسمي لنادي الهلال السوداني وطلب منه الرد على شكوى الاهلي قبل يوم السبت المقبل، منحه مهله 4 أيام وطلب منه الرد بحد أقصى قبل يوم السبت المقبل 25 فبراير، والرد على كل ما ذكر في شكوى النادي الأهلي بشأن الأحداث التي جرت في ملعب الجهار الزرقاء ملعب نادي الهلال السوداني. مجرد ما الهلال يرد وبمجرد إرسال تقارير الحكم والمراقب والمنسق الأمني، ستجتمع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الأهلي والماتيريالز اللي موجود في الشكوى، وكمان النظر في تقارير الحكم والمراقب والمنسق الأمني ورد الهلال السوداني اللي المفروض كمان يكون رد بأسانيد، مش رد مطلق كده أو رد مرسل. وبعد ذلك ستجتمع اللجنة وستحدد الموقف والقرار الرسمي في هذا الشأن. ده الأمور المتعلقة بشكوى الأهلي ضد الهلال السوداني. طيب نروح بقى لسبورت 360 مصرية، وبيتكلموا على إحصائية لمحمد الشناوي. تصدى محمد الشناوي لثلاثة من آخر 5 ركلات جزاء سددت عليه. صد ركله الجزاء من ريال مدريد كان لوكا مودريتش في مباراه فلامينجو، طبعا يعني تم احرازهم. صد في مباراه الهلال السوداني، وصد ايضا في مباراه اسوان، وبالتالي تصدى لثلاثه من اخر 5 ركلات جزاء. طيب نروح لي يلا كوره، وبيتكلموا على الشناوي ووصفوه بالاخطبوط. الاخطبوط محمد الشناوي الاكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري المصري. لما نتكلم الشناوي امبارح كان 5 أهداف بس اللي مني بيهم مرمى الأهلي، والمباراة انتهت امبارح الحمد لله 3-0، فبالتالي أقوى دفاع وأفضل حارس مرمى في الدوري حتى الآن هو محمد الشناوي. طيب الوطن سبورت بيتكلموا على إن في 3 تعديلات من كولر في تشكيل الأهلي أمام سان داونز بدوري أبطال إفريقيا. قلت لكم فكرة التشكيل الناس كتير بتقعد تتوقع كولر هيعمل إيه، ولكن صعب جدا تتوقع في ظل التدوير اللي موجود. ممكن اكيد هيقلش منك مركز او 2، لكن تتوقع بشكل كامل بتبقى صعبه جدا. الوطن سبورت بيتكلموا ان من المرجح يعني تبقى لتوقعاتهم ومعلوماتهم ان هيرجع معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي مكان خالد عبد الفتاح ومحمد اشرف وكمان مروان عطيه. ننتظر ونرى، لعل وعسى ممكن يكون كولر محضر مفاجاه ثانيه في مباراه سان داونز، سواء في طريقه اللعب، سواء في التحركات، في التمركز، في رأس الحربة. كل ده هنشوفه خلال الساعات اللي جايه. عايز اطمنكم الاول على كهربا. دكتور احمد ابو عبله كان اتكلم امبارح على كهربا وقال حس باجهاد عضلي شويه، ولكن ان شاء الله هيكون سليم وجاهز قبل مباراه الهلال. كمان امبارح فوجئنا ان حسين الشحات يعني ما كانش فيه اي اصابه، ولكن لما وصل القاهره فوجئنا ان كان عنده اصابه كده وتعرض لكسر في احد اصابع ايده وعمل كبيره كده بسيطه، لكن حسب معلوماتنا ان مش هتمنعه من المشاركه في مباراه الهلال السوداني، لكن ان شاء الله باذن الله تكون اللعيبه كلها جاهزه على مباراه الهلال. بالمناسبه كمان عمرو السوليه هيكون ان شاء الله جاهز في التدريبات ابتداء من غدا. الوطن سبورت، الاهلي يجدد عقود 3 لاعبين خلال ايام. طيب الاهلي هيجدد عقود 3 لاعيبه، والكلام بخصوص حسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد هاني. ننتظر ونرى اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. لكن في ملف التجديد يا جماعه عايز اكد لكم مفيش اي ازمه، مفيش اي مشاكل خالص، كل اللعيبه حصل معاها اجتماعات، وفي التوقيت الرسمي النادي الاهلي اكيد هيعلن خطواته في الفتره اللي جايه. والميزه كمان مفيش لعيب راح للاهلي قال له انا عندي عرض. ركزوا قوي في المعلومه دي، مفيش لعيب راح للاهلي قال انا عنده عرض او عنده عروض خلال الفتره اللي جايه. فاكيد في تقدير كبير جدا من الطرفين، سواء من الاهلي للعيبه او حتى من اللعيبه للاهلي واستمرارهم في الفريق الفتره اللي جايه. كوره بلس نفس الكلام، الاهلي يفتح ملف تجديد حسين الشحات بفرمان من كولر، وانا قلت لكم الموضوع ده ما فيهوش اي مشاكل خالص. اخر حاجه معايا كوره 11، تقارير الاهلي يستعجل فيفا للحصول على مكافاه مونديال الانديه التي تبلغ 2 مليون دولار. سبق قبل كده وطلعت واتكلمت وقلت
مش فكره استعجال، فكره ان الاتحاد الدولي كان مدي مهله لغايه 18 فبراير، ابعت قبل هذه المهله واطلب القيمه الماليه في جائزه البطوله وارسل الحساب البنكي، وده حصل بالفعل قبل 18 فبراير. النهارده احنا بنتكلم في 22 فبراير، يعني اربع ايام قبل نهايه الشهر هيكون في رد رسمي وارسال الجائزه الماليه من الاتحاد الدولي فيفا.